يا اخي حاله يا اخي الهضره بزاف والفايده ما قالوها. رمضان ويا رمضان والخدمة ما كاش. والله غير عندك الحق، كاين واحد كمونداني في حبة ملفاي قسم هو صاحبو. كي قلت لي ملفاي جاتني في راسي ملزيكا. ما فهمتكش. جاتني ايدي. مع العرض الخاص ايدو 4G تحصلوا على 1000 جيجا انترنت صالحة طيلة شهر رمضان بتعبئة 1500 دينار. ما تضيعوش الفرصة. هذه الطابلة فيها 3 سوايع كونيكسيون و 15 قرعة كازوز. راضي عقدة انترنت اكثر من فتاة قلب اللوز. مرحبا بك مادموزيل، ليك الانترنت من عندنا. معك سيرفيس كونترول، ما كنترولش على الناس الانترنت وهذا الشيء غير مسموح، لأنه هذا عرض للجامع. على القاضي، أنتي راه قد باللوز، كيف نديروا لها؟ نديروا لها 150 ألف، هذه غير ساعة. اتصالات الجزائر دائما أقرب. سلام ليكيب، اليوم راني فرحان، لا كونيكسيون في الدار راهي هايلة، حبوا ديروا كيما أنا، تبعوني حتى الآخر. في غير نخلع. ليش رجعوا في الدار؟ راهي ريح وفريتها تمتم بعد معنا 5 دقائق. يا اخي يا اخي لي بون بلان سي بون دايما عندي، دوك نفهمكم كيفاش العوده في الدار لكم ونزيد نشرحكم كامل لي كانوا كوش. يا اخي حاله يا اخي الهضره بزاف والفايده ما قالوها. نوفل برومو ايدو مباسل بوتنسيل ايدو فيب، طلعوا دي بي انترنت وربحوا 30 يوم بونيس، ما تفوتوش الفرصه. اشتركوا الان والفايدة راهي في البونيس. ميرسي منور اون بيرسون. اتصالات الجزائر دائما اقرب.